أفادت مراسلة إكسترا نيوز في محافظة مطروح بسيطرة الحماية المدنية على حريق جزئي نشب بغرفة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة مرسى مطروح بسبب ماس كهربائي. وأوضحت أنه تم الدفع بثلاث سيارات حماية مدنية وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتم نقل بعض الحالات حالات اختناق إلى مستشفى مطروح العام.